بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اعلموا يا عباد الله أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن الله عز وجل قد بيّن لعباده ما أحل لهم وما حرم عليهم في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أن يأكلوا من الطيبات وأن يجتنبوا المحرمات، فقال جل من قائل آمراً المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم. ذلكم أن الرسل هم الأسوة وهم القدوة للناس إلى يوم الدين، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى آخر الآية. فإذا الحرام حرام تعاطيه، والحلال مباح تعاطيه. الحلال طيب والحرام خبيث. الحلال يتغذى به الإنسان غذاء صحيحا يقوى به بدنه، تقوى به نفسه، يصح به قلبه،
تصح به روحه، والحرام والنجس والخبيث يمرض الأبدان ويمرض القلوب، بل يفعل بالقلوب والأخلاق فعل السموم في الأبدان، ولهذا حرمه الله تعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من أكل الحرام، وأن أكل الحرام أكلاً وكسباً من أسباب رد الدعاء وعدم رفعه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضع رجله في الغرز، كناية عن السفر، يقول يا رب يا رب، يدعو ربه ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. واعلم يا عبد الله أن أكل الحرام حجاب بينك وبين الله، وأن أكل الحرام يقسي القلب ويظلم القلب، وأنه ينزل سخط الله ومقت الله، وأن أكل الحرام يمحق البركة، كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا أصبح الناس في هذا الزمان للأسف لا يبالون أمن حرام أمن حلال أكلوا أم من حرام، لأن حب الدنيا قد أسر قلوبهم، وحب التكاثر كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التنافس والاستكثار من الدنيا حمل الناس على ألا يبالوا وألا يتورعوا عن أكل الحرام، فأصبحوا يأكلون الحرام، يأكلون الميتة، يأكلون يشربون المسكرات والمخدرات، يأكلون الخبائث يتكسبون بها، يتاجرون بلحم الخنزير فضلا عمن يأكله من المسلمين عياذا بالله، أصبحوا يأكلون بالرشوة بالرشوة، وأصبحوا يتاجرون بالمحرمات بالصور والأصنام والتماثيل والصلبان وغير ذلك، أصبحوا يتاجرون بالمعازف وآلات الطرب يبيعونها ويأكلون أثمانها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها، أي أذابوها، أوقدوا تحتها النار فأذابوها حتى أصبحت كالزيت، يعني غيروا الشكل وباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فعليك يا مسلم يا عبد الله أن تتقي الله وأن تحذر أن تدخل إلى جوفك الحرام من مأكل أو مشرب أو مكسب، وعليك أن تتقي الله في أهل بيتك في أبنائك، فلا تدخل عليهم الحرام ولا تغذيهم بالحرام، فكل جسد نبت من حرام ف
فالنار أولى به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن أكل ما اشتبه أمره، فكيف بما كان حراما صريحا واضحا. هذا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، كان له غلام يتجر من خراجه، يشتغل بتجارته، فتكهن يوما في الجاهلية، تكهن وليس هو بكاهن، فأعطاه من تكهن له مالا فاشترى به طعاما، فأكل فأطعم الصديق، فلما أكله ودخل إلى جوفه أخبره، قال: يا أبا بكر، هذا الذي أكلته من كهانة، طعام كهانة كنت تكهنتها بالجاهلية. فما كان من الصديق من ورعه وتقواه إلا أن أدخل يده في فمه، في جوفه، واستقاءه ما في جوفه. هكذا كان الصحابة يتورعون، يتركون ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. كانت المرأة من نساء السلف إذا خرج زوجها يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، يتاجر للتجارة للكسب، كانت تأخذ بمجامع ثوبه، كانت تأخذ بمجامع ثوبه قبل أن يخرج، تقول له: اتق الله فينا، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، اتق الله فينا، لا تدخل إلينا الحرام، لا تدخل إلينا الحرام، لأننا نصبر على الجوع ولا نطيق حر النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. The Shaykh started his speech, his khutbah, by reciting khutbah al-Hajj, in which he praised Allah subhanahu wa ta'ala and he seeked his help and his forgiveness and asked Allah subhanahu wa ta'ala's protection from the evil of our souls and from the sins that are the result of our actions. And he said that guidance comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala guides, none shall misguide, and whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala causes to be misguided, none can guide. And he witnessed that none has the right to be worshipped except Allah alone, without any partners, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and messenger. And then he recited some verses from the Quran that instruct the believer to have the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala and the conscience of Allah. And then he said that the best word is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and the best guidance is the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he also warned us against bid'ahs and innovations. And then he started his khutbah by saying that the believer has to know that the halal is what Allah subhanahu wa ta'ala made halal, and the haram is what Allah subhanahu wa ta'ala made haram in his book and at the tongue of his messenger mentioned in his sunnah. And Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the believers to eat in terms of what is lawful and what is unlawful, to partake of that of what the messengers took from. Allah subhanahu wa ta'ala ordered the messengers to eat from that which is lawful and to do good deeds by saying, O messengers, eat from the good that we have given you and do good deeds, do righteous deeds, surely I am all knowing. Allah subhanahu wa ta'ala commanded the believers to eat and to partake and to deal with what the believers ate from and dealt with, meaning from the lawful things and from things that have lawful sources. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, O you who believe,
eat from the lawful things we provided for you. And thank Allah subhanahu wa ta'ala if you are truly believers. Allah subhanahu wa ta'ala also says in the Quran that He has forbidden for the believers dead animals, blood, and swine. And anything that has been offered for other than Allah in addition to other things. So the haram is what is lawful and what is allowed for the believers, and the haram is that which is not allowed, which is forbidden for the believers. The haram, the halal is good, and the haram is bad. The halal is good for a believer. It is good for his body. It's good for the believer physically and morally. And the haram is bad for the believer physically and morally. Unfortunately, today the Shaykh mentioned that people do not care about eating haram or eating from that which has haram sources. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith, the man who travels and says, Ya Rabb, O Lord. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, how could Allah subhanahu wa ta'ala answer or accept his supplication when his food is haram, his drinking is haram, and the source of his sustenance is haram? Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu one day asked the Messenger of Allah so that his supplications can be accepted. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam instructed him by saying, eat and partake from that which is halal, and Allah subhanahu wa ta'ala will answer your supplication. Unfortunately today, because of growth of wealth, and because of the love of this life, people do not care today where the source of their food is from, and where the source of their sustenance is from. They eat that which is haram, they eat from dead animals, they eat intoxicants and drugs, they consume drugs and intoxicants. They trade and they buy and sell things that are unlawful, like the swine, pork. People take bribes today. People buy and sell pictures, statues, crosses, and musical instruments. And we have to know that when Allah subhanahu wa ta'ala makes something haram, makes something forbidden for the believer to eat or enjoy, He also makes trading with it forbidden. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, may Allah curse the Jews because Allah subhanahu wa ta'ala forbade them from selling the fat of the animals. And what they did, they melted it. They put fire underneath it until it's melted, and then they would sell it as a liquid. And we have to the Shaykh instructed us to beware of eating that which is haram, or Allah subhanahu wa ta'ala will not accept our dua. If we eat that from that which is haram, Allah does not accept our dua. We are putting a screen between us and Allah. And we should also fear Allah subhanahu wa ta'ala in our families by not bringing that which is haram to our households. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that anybody that grows from haram, then, or that is fed from haram, then the hellfire, then it is the abode, or their its primary abode is the hellfire. The Sahaba Ridwanullahi alayhim did not eat something that was doubtful. If something was doubtful, if they were not sure whether it was haram or halal, they would not eat it. So how about if something was haram? As an example, Abu Bakr radiallahu anhu had a servant. And this servant, in the times of Jahiliyyah, the pre-Islamic period, he used to work for a fortune teller. And he made some money from that. And one day he offered some food to Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. And after Abu Bakr radiallahu anhu ate from that food, the servant told him that this food that I provided for you, or this food that I offered you, was from some money that I made from fortune telling in the pre-Islamic period. And what Abu Bakr did, from his fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and from his taqwa of Allah, he put his hand in his mouth and he vomited that food.
because he did not want to eat something that is from haram. Likewise, all the Sahaba were like that. They avoided eating from that which is haram or something that its source was haram. The women of the Salaf, the women of the believers of the past, used to, when their husbands went out on a business trip, they used to come to the door and hold their husbands from the clothes and ask them and remind them by telling them, do not deal in haram. Do not deal in haram, because we can be patient. We can be patient, and we can bear being hungry, but we cannot bear the fire of Jahannam. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنه يأتي زمان على الناس لا يبالون أمن حلال أكلوا أم من حرام. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أدركنا هذا الزمان عياذا بالله، وكل ذلك بسبب الطمع والحرص والشره وحب التنافس على هذه الدنيا الفانية والتكاثر لأجل الاستكثار. فأكثر الناس وللأسف أقبلوا على الحرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم أكلوا بالقمار والميسر وتاجروا بالمحرمات وغشوا أكثر التجار إلا من رحم الله، يستعملون الغش في سلعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. من غش أي غش أيا كان، مسلما أو كافرا، مسلما أو غير مسلم. ومن غشنا أي غشنا نحن معشر المسلمين. فمن باب أولى إذا كان الإسلام يحرم غش الكافرين، فمن باب أولى أن يحرم غش المسلمين. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله ونقف عند حدود الله، نعلم الحلال فنأخذ به طاعة لله لنتقوى به على طاعة الله، ونعلم الحرام والحلال، والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، ولكن الخلاف في الأمور المشتبهات، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحلال والحرام، والصنف الثالث الأمور المشتبهة التي اختلف فيها العلماء،
هذه ينبغي للإنسان أن يحتاط حتى إذا وضح له الأمر أنه حلال أقدم، وإذا اتضح له الأمر أنه حرام أدبر وأبعد، وإذا كان مشتبها عليه فليتوقف لئلا يقع في الحرام. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحمى الملك، ملك له حمى والرعاء يرعون قريبا من هذا الحمى، فإن وقعوا في هذا الحمى بطش بهم الملك وعاقبهم. فالأصل أن يبتعدوا عن حمى الملك، الأصل بك أيها المؤمن أن تبتعد عن حمى ملك الملوك، تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام والولوغ في الحرام من مفسدات القلوب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأكل الحرام وكسب الحرام والإتجار بالحرام وترويج الحرام من مفسدات القلوب والأعمال والأخلاق. وقاني الله وإياكم، وقاني الله وإياكم الحرام، وسلك بي وبكم سبيل الحلال النافع، وفقهني الله وإياكم في الدين، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.